كانوا بدهم يحطوكي بغرفة فيها أكتر من تخت، بس أنا ما قبلت. قلت لهم بدي غرفة فيها تخت واحد بس. فوراً لما أشوف غرف فيها أكتر من تخت بتذكر الميتم، بتذكر القاعات الكبيرة اللي كان فيها هيك تخوت مرصوصة جنب بعض البعض. حكيت لك عن الميتم وعن الخوت اللي فوق بعضها البعض وعن الأولاد اللي كنت أقضي الليل معهم، نصهم يكون عم يبكي، نصهم يكون نايم وفرقان معه اللي عم يبكي، وأنا كنت ضلني سهران كل الليل خايف يصير حريق، ما أطمن إلا لا يطلع الضوء. من وقتها يا نادية ما بقدر نام جنبي حدا، ولا بقدر نام بقلبي حدا. حبيتك كتير نادية، ورجعت ما أقدر نام لا يطلع الضوء. بس الغريب إنه حتى لما تركتيني ما عاد قدرت نام. فهميني نادية، فهميني، أنا كنت خايف أخسرك. كل يوم كنت أقول لحالي ما لازم أتورط فيكي أكتر، ويوم جر يوم، سنة جرت سنة، بالأخير لقيت حالي لا قدرت أكون معك.